هلو، السلام عليكم. بحال هادي ما حطيت فلوقات. المهم اليوم عرض عليكم باش تشوفوا الجانب المشرق من الحياه الجميله ديالي، واستعدوا. هذا النهار ان شاء الله غادي يكون هو النهار ديال الشكا والبكا، حيت هذا النهار غادي نمشي نرحل. فانا واو، فانا غادي نجيكم معايا، ولكن المهم ندخل نوريكم، ندخل نوريكم كل شيء الجانب المشرق من الحياه الجميله. المهم غندير لكم اخيب هوم تور في التاريخ. شي جنب بنحال شي ناري ما يمكنش كاع، لان الدنيا مرونه. نوريكم شحال ديال القش عندي عباد الله، راه ما يمكنش، راه امبوسي. هادشي راه والو ياك، جوج كرتونات بليزا تخربيق، هذاك الساكادو، هاديك كوزينه مسكينه، هادشي كامل خويتها ومازال ما ساليتش. هاديك هادي هي غتعمر دابا. هادشي خصني نبدا نهبط فيه وحده بوحده. واو سخفت، باقي ما هبطت حتى وحده وسخفت، باقي ما هبطت حتى حاجه وسخفت. وكوك عباد الله كوخاص، والله ما بقاش عندي الجهد، ما بقاش عندي الجهد حتى حاجه. دابا بركه من الشكا والبكا، مازال وقت الشكا. يا ربي مين غنبدا، شوف واش غنقدر عليه. اوبس، هانتي شنو، انا ساكنه في الكاتخيم ايطاج وما عنديش لاسانسور، وهادشي كامل خصني نهبطو لتحت بوحدي. حيت حتى الا جا شي واحد يهز ليك الباكاج ديما كيقول لك هبط الباكاج ديالك لتحت، ماشي سوقو هو، ما يبقاش طالع هاب من المسطي. شوفوا انا غنهبط هادشي ان شاء الله لتحت ونرجع. عندك ما تصوريش فلوق ملي ترحلي، ملي كترحلي ما كتصوريش فلوق. واش عباد الله، واش انا كنرحل ولا كنفلوق؟ دخلت عليكم غب الله، دخلت عليكم غب الله والنبي رسول الله. واش نهز هادشي ولا نصور؟ اش غندير دابا؟ نحسب لكم شحال ديال لي فايفي عندي. ها واحد نهبطها ونعاود نطلع، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية، راه تسعود، راه عشرة، حداشر هبطتها. شجعوني يلا، شجعوني. ألي حليمة، ألي 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 I can do it. خلي الباب محلول دابا، راه اللي كاينين غير يسمع. كندويت لابسه، حيت خصني نلبس حوايجي، حيت خصني نمشي سأرحل، ما يمكنش نمشي بالبيجاما. استغفرك يا رب واتوب اليك. عرفتي من النهار جيت ما عرفتش شحال من كيلو طيحت، ومازال غادا كنطيح، حيتاش راه ما يمكنش كدير سبور بلا لي طري. يلا
2000 years later. هانتوما على حاله ليه الله تقولوا مدينه هادي ماشي يا زيان شو شحال نايره ما يمكنش هادي قد هكا ما هزاتش حتى هادشي ليه الله كلشي كيسمعني الهضره علاش عندي بزاف ديال الحوايج الله اعلم كي غندير الله اعلم تويت عالميا 2000 years later المهم مشيت حطيت الحوايج و جيت ناكل كنموت بالجوع النهار كامل ما كاين والو كنموت بالجوع و ما عرفتش شنو وقع بالقار زعما جيت ناكل بغيت ندور حيت كاينين لي ماشين فين كتكوموندي مابغاتش تخدم كيقولي واش عندك مشكل في لاكارت كنقولي لا ما عنديش مشكل في لاكارت راه المشكل عندكم في الاخر لا كونيكسيون طايحه سبحان الله نتغدى مازال هذا البلوك بلي طويل بلي طلعت راه عيانه خرجت بعدا باش نبان شويه بحال هذا نتغدى ونديكم مابقيتش كنعرف ندير لي فلوك طوال ما عرفتش مالي صافي خديت عطله وبقيت كنعرف ولكن جيني بشكل صافي والو قال لي راسي اجي تاخدي الحوت شو شحال هادي ما كليتش الحوت شوفوا على حوت قداش وكعبة عباد الله شوف اله الا الله تبغينا ناكلو الحوت توب ستيكس يا ربي ما يكونش فيه لا ما فيش كل لكم حين الله تبغيت ناكل كل قنية شوفوا عرفتي هاد الكوريين ملي كيكون عندهم شي مشكل كأسيمو ان المشكل ديما فيك ما كيتقبلوش انه يكون يقدر يكون المشكل فيهم كيقولي واش لاكارت ما خداماش واش الله يهديك كي لاكارت ديالي راه هي اللي باش خدامه انا ديما كنجي عندهم هنا كناكل ما عمر شي حاجه طرات قال لي كونيكسيون طايحه اليوم المهم ديما هما في الاول كيقول لك ديما راه المشكل فيك كيستبعدوا ان المشكل يقدر يكون فيهم سبحان الله ايوا يا المشاهدين حطيت هذاك الشيء صوروا ان داك الشيء كامل طلعته بوحدي للدار والله عرفتوا شنو قال لي هذاك اللي عاوني وصل لي الحوايج وهو يقول لي زربان عندي شي حاجه ما تقضى غنمشي طلعي هادشي بشويه عليك ما كاينه لا رحمه لا شفقه كذب عليكم الكذاب شوفوا تقولوا ما كاينه لا رحمه لا شفقه زعما كنقول لكم كنت في المغرب وشوفوك الدراري بهذاك الشيء وحق الله غيجيو عندك في الدرب واخا ما يكونوش كيعرفوك ما حتى حاجه يقولوا لك اختي نعاونك شحال مره كنكون مخرجه البوطه كيجي شي دري كيجري كيقول لك اختي نعاونك سمحوا لي والله الا حنا الرجوله كاينه عندنا في المغرب باش ما نقولش شي حاجه اخرى المهم فهموها على هادو العكس اجي فريمون زاني واحد داكشي ديال الانسانيه داكشي اصلا ما كيعرفوش زعما ما عندهمش هذاك لا نوسيون ديال نعاونك لله فهمتي حنا باقي عندنا ديك الانسانيه باقي كنقولوا نديروا الخير الخير لله فدازت عليا وحق الله طلعت هذاك الشيء عرفتي راه كل عظامي كيضروني باقي عيانه لبست و خرجت الحين دوز باقي عندي خصني نخوي الدار الاخرى كامله باقي عندي شي حوايج تما وندير لكم الهوم تور ونهضر لكم على الكرة في كوريا ويلا نمشيو